بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. ربي اتمم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم قول المصنف: وله صفات أزلية قائمة بذاته وهي لا هو ولا غيره. هذا بحث إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. يعني هناك بعض الفرق الضالة المبتدئة نفوا الصفات عن ذات الله تعالى. حذرا من بعض العقائد لهم وهي فاسدة في الحقيقة. ثم وله صفات، صفات هذه صفات أزلية قائمة بذاته تعالى، هذا هو عقيدة أهل السنة وهو الحق. نعم. ثم ماذا دليله؟ دليل وجود صفات أو اتصاف ذات الله تعالى بصفات، ماذا دليله؟ يذكر: لما ثبت من أنه عالم حي قادر إلى غير ذلك. يعني أثبت الله سبحانه وتعالى أو ورد في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى عالم حي قادر سميع بصير، هكذا يعني وردت صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى في النصوص، هكذا وردت بصيغ المشتقنا، هكذا بصيغة المشتق عالم حي قادر هكذا. ومعلوم أن كل من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. ومعلوم أن كل من ذلك، كل من ذلك يعني من عالم حي قادر سميع بصير هكذا وغير ذلك من الصفات، يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. مفهوم الواجب ما هو؟ يعني مسمى الذات. فإذا يدل على معنى زائدا على ذات الواجب تعالى. عالم ذات متصف بعلم، حي ذات متصف بحياة، قادر ذات متصف بقدرة، هذا معنى عالم حي قادر. فإذا في هذه الصفات أو في هذه الألفاظ دلالة على معنى زائد على مفهوم الواجب، يعني على ذات الواجب. ثم وليس الكل ألفاظا مترادفة، لأجل ذلك بسبب أنها ليست ألفاظ مترادفة، يدل كل لفظ على صفة على صفة على صفة. نعم هكذا، لا يدل كلها على صفة واحدة فقط، بل يدل كل واحد منها على صفة مستقلة. ثم وأن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له، فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة لا وغير ذلك. نعم. كذلك أن صدق المشتق، يعني معلوم أن كل من ذلك، كذلك معلوم أن صدق المشتق على الشيء، يعني هذا اسم الفاعل هو من المشتقات، أو اسم المفعول من المشتقات، أو صفة مشبهة هذا من المشتقات. هذه الكلمات تصدق صدق هذه الكلمات على ما على شيء يقتضي
أي شيء يقتلي، يقتلي ثبوت مأخذ الاشتقاق له لذلك الشيء. مثلا عالم، ما هو مأخذ الاشتقاق؟ العلم. فإذا عندما يصدق على شيء أو على شخص أنه عالم، وهذا يقتضي أن مأخذ الاشتقاق يعني العلم ثابت لهذا الشخص. كذلك يعني في كل صفة، مثلا لو ذكر قادر أو حي، حي يعني مشتق من الحياة، مأخذ الاشتقاق الحياة. لو قيل عن شيء إنه حي فيقتضي أن مأخذ الاشتقاق للحي يعني الحياة ثابتة لهذا الشيء. كذلك القدرة، كذلك مثلا يقال عن شيء أنه أبيض أو أحمر، فإذا أحمر مشتق من الحمرة، وهذا يدل على أن الحمرة ثابتة لذلك الشيء، وهكذا يقتضي المشتقات. نعم. ثم هناك وهذه الصفات، هنا قال عالم حي قادر هكذا، هذه صفات خاصة لله تعالى، ليس معناها معنى الصفات للمخلوقين. نعم، هذا أفاد صريحا فيما مضى. لا يشبهه شيء، في شرح هذا المتن بين الشارح أن علم العبد أو أن علم الخالق ليس مثل العلم للمخلوق، وجود الخالق ليس بمعنى وجود الخلق، قدرة الخالق ليس بمعنى قدرة الخلق، قدرة الإنسان، بل هذه الصفات لله تعالى أجل وأعلى مما في المخلوقات. وهذا مستفاد من هذه العبارة أيضا، وله صفات. هنا تقديم المسند كما بينا، يعني عصام الدين قدم المسند للتخصيص، فنبه على أنه لا يشارك صفاته تعالى صفات غيره، يعني وله خصوصا خاصا صفات، وهذه الصفات لا يشاركها صفة أحد آخر، هذا المشاركة إلا في الاسم. فإذا يقال يستعمل هذه الكلمات، يعني علم، حياة، قدرة، سمع، بصر، هكذا يستعمل، لكن معناهما متغايران، فهي مختصة به لا يشاركه غيره فيها. فإذا هذه يعني عالم، حي، قادر، وهذه الصفات الواردة في النصوص تدل على معنيين، على أمرين، أن لله سبحانه وتعالى صفات، وكذلك صفات يعني علاهدة علاهدة، مستقلة مستقلة، علم علم صفة مستقلة، حياة صفة مستقلة أخرى، قدرة صفة أخرى، سمع صفة أخرى، بصر صفة أخرى، هكذا، يعني ليس الكل صفة واحدة. من هو المخالف هنا؟ ثم عصام الدين بيّن هنا يعني قول الشاعر يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له، معناه هو يقول ومن البين أن مأخذ الاشتقاق المعنى المصدري، نعم، وهو ليس الصفة الموجودة بل ما يلزمه من الحاصل بالمصدري، هذا هو مأخذ الاشتقاق. فقوله فثبت له صفة العلم تفريع على ثبوت المأخذ، لا لأن المأخذ نفس الصفة، المأخذ ليس نفس الصفة، بل هذا تفريع. لذلك قال فثبت لله تعالى له صفة العلم. كيف ثبت؟ بسبب أن هذه الكلمات أو صدق المشتق يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق. مأخذ الاشتقاق ليس هذه الصفة بل هذا معنى مصدري، فثبت لله تعالى هذا المعنى المصدري فثبت العلم، بل لأنه يستلزمها.
مأخذ الاشتقاق يلزم ويستلزم هذه الصفة، فإذا ثبت له صفات العلم والقدرة والحياة وغير ذلك ثبت له صفات موجودة بناء على أن هذه صفات موجودة في المخلوقات، فاندفع ما يقال هذا إنما يدل على زيادة المفهوم ولا كلام فيها، والكلام في زيادة الحقيقة. نعم، لو دل هذا على زيادة المفهوم فينبغي لهذا المفهوم حقيقة في الخارج، من هذا الطريق يدل على صفات حقيقية موجودة في الخارج. لا كما تزعم المعتزلة. من هو المخالف هنا؟ المعتزلة، كذلك بعض الكرامية، وهكذا. نعم، كما سيأتي. لا كما تزعم المعتزلة، ليس المعتزلة فقط بل الشيعة أيضا. ماذا زعمت المعتزلة؟ من أنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك. هم قالوا هكذا، يقال لله تعالى عالم، يقال لله تعالى قادر، سميع، بصير، مع ذلك ليس علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، هكذا ليست صفات قائمة بذاته تعالى، أزلية زائدة على ذاته، على مفهوم الواجب، بل عندهم هذا ذات واحدة فقط، له اعتبارات، باعتبار هذه الاعتبارات يقال له عالم، حي، قادر، سميع، هكذا. نعم، فإنه محال، هؤلاء يقولون يعني فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا أسود لا سواد له. يعني ما فإنه محال، ما تزعمه المعتزلة، يعني ضمير إنه يرجع إلى ما تزعم المعتزلة، هو محال ظاهر. لماذا؟ ذاك بمنزلة قولنا أسود لا سواد له. هل يقال لشيء أسود بدون سواد له؟ هل يقال لشيء أحمر بدون الحمرة فيه؟ لا يقال. بل لو قيل عن شيء إنه أحمر معناه أن الحمرة موجودة فيه، كذلك لو قيل في شيء إنه عالم معناه أن العلم موجود في ذلك الذات، هكذا. نعم، فإذن ما قال هؤلاء يعني محال. ثم هذا قال محال ظاهر يعني بديهي، فساد قولهم ظاهر لا ينكره أحد، ليس فيه أي خفاء ولا حاجة إلى الاستدلال. ثم يقول دليل آخر، وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما. نعم، ورد في الكتاب. نعم، هذا هكذا عالم، قادر، قدير، سميع، هكذا. كذلك نسبة السمع والبصر إلى الله تعالى، هكذا. وهذا يدل على ثبوت هذه الصفات. ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرته، لا على مجرد تسميته عالما قادرا. يعني هم يقولون هناك ذات واحدة فقط، ثم يسمى هذا الذات باعتبار تعلقه بالمقدورات قادر، باعتبار تعلق هذا الذات بالمسموعات سميع، بالمبصرات بصير، وهكذا. فإذن ما مستفاده هذا أن ذاته تعالى، لا يعني صدور هذه الأفعال، أفعال المتقنة، على يعني مجرد تسميته عالما قادرا، هكذا يفيد رأي المعتزلة، لكن ليس كذلك، الرأي صحيح، الحق ليس كذلك، بل صدور هذه الأفعال لماذا؟ هذا دليل قوي. صدور هذه الأفعال لماذا؟ بناء على وجود علمه، بناء على وجود قدرته. هذا العلم صفة زائدة، هذه القدرة صفة زائدة، لو لم تكن هكذا صفة زائدة على الذات، على مفهوم الواجب،
لم يكن هذا صدور الأفعال المتلقنة. نعم، كما ذكرنا سابقا، وهذا الرأي رأي المعتزلة بسبب تأثرهم برأي المعتزلة برأي الفلاسفة. نعم، برأي الفلاسفة المعتزلة تأثروا بهذه المسألة برأي الفلاسفة. نعم، هم الذين جردوا الواجب أو الصانع عن الصفات أولا، وهؤلاء تأثروا به. نعم، وقد نتقت. ثم هذا الدليل الثالث، دل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرة على مجرد تسميته عالما قادرا. ثم وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات. نعم، هذه مسألة أخرى. ثم ذكر هنا عصام الدين في شرح قوله، لا كما تزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له، ووافقهم الشيعة مع منع بعضهم من اطلاق العالم وغيره من الأسماء عليه. هذا أكثر ضلالة، هم يمنعون من اطلاق اسم العالم عليه تعالى. وماذا يفعلون عند قراءة القرآن؟ لا أدري. هذا ورد، يعني هذه الأسامي في القرآن والحديث كثيرا، وماذا يفعلون؟ يعني هو يقول، نعم، وذا من العجائب، يعني منع بعض الشيعة اطلاق هذه الأسماء على الله تعالى من العجائب. لماذا؟ فإن الاطلاق في القرآن أكثر من أن يحصى، فكيف ينكره؟ هذا بسبب يعني تأثرهم بالبداية، غلوهم في البداية، هكذا ينكرون ينكرون الضروريات والبديهيات، هذا شأن المبتدعة. نعم، ثم قد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته. شرحه عصام الدين حيث ورد، اطلاق العالم والعليم والقادر والقدير وإضافة العلم والقدرة إليه تعالى في الكتاب والسنة. ثم ودل صدور الأفعال المتقنة، لأن اتقان الفعل في الشاهد يكون بالعلم والقدرة الموجودين، فيرشد ذلك إلى أنه كذلك في الغائب. نعم، يعني الإنسان يتقن الفعل، هذا هو الشاهد. الإنسان يتقن الفعل كيف؟ بالعلم والقدرة. الذي ليس بعالم ولا قادر لا يتقن الفعل، فإذن الظاهر أنه كذلك في الله سبحانه وتعالى، حيث لم يثبت الفارق بين هذا وهذا. يعني هذا لا ينقل بما ذكرنا سابقا أن القياس قياس غير المحسوس على المحسوس ليس بصحيح بل فاسد، هذا لا ينقل بذلك. لماذا؟ حيث لم يثبت الفارق هذا صحيح، لو ثبت الفارق هذا ليس بصحيح، هكذا. نعم، هنا لم يثبت الفارق. ثم بعده قال، وهذا ليس في، يعني هذا الخلاف ليس في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات. هذا القدرة العلم وأمثالهما بالنسبة إلى الخلق الإنسان الجن، هذه من الكيفيات والملكات. فهكذا لا نثبت لله تعالى الكيفيات والملكات حينما نثبت لله تعالى صفات النزلية. لماذا ليس النزاع فيه؟ لما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى حي وله حياة. ثم بعده هم صرحوا، أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء. يعني لو كان هذا النزاع والخلاف في الكيفيات والملكات ينبغي ألا يقول هكذا، بل إن ينبغي أن تكون الحياة عرضا مستحيل البقاء، لكن هم ما قالوا هكذا، بل هم أثبتوا حياة نزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء، والله تعالى عالم وله علم نزلي شامل، شامل يعني محيط. الإحاطة تكون لله سبحانه وتعالى فقط، نعم، شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري. كذلك علمه تعالى ليس بضروري ولا مكتسب، ليس بضروري ولا مكتسب. ضروري معناه يعني
نعلمه بدون الاختيار نعم ولا مكتسب ثم وكذا في سائر الصفات هذا ذكر مثالين كذا في سائر الصفات بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علما هو عرل عرل قائم به زائد عليه حادث فهل لصانع العالم علم هو صفة نازلية قائمة به زائدة عليه هذا هو الخلاف وكذا جميع الصفات هذا بالنسبة للعلم كذلك جميع الصفات الحياة القدرة السمع والبصر هكذا نقول فأنكره الفلاسفة الخلاف هكذا فإذا ماذا فعل الفلاسفة المعتزلة يعني هم أنكروا كذلك الشيعة أيضا أنكروا كما قرأنا وزعموا أن صفاته عين ذاته هذا تقرير دعواهم أولا ثم الرد عليهم هم ماذا قالوا صفاته عين ذاته صفاته يعني ورد في القرآن هكذا عالم قدير كذا 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 وهذه الصفات يراد بها عين ذاته لا يراد بها معنى زائدا على مفهوم الواجب هذا معنى قوله بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك يعني ليس إلا ذات واحدة فهذا الذات يتعلق بالمقدورات فهذا الذات يتعلق بالمعلومات كيف يتعلق مباشرة أما عندنا عند أهل السنة ماذا هذا يتعلق الذات كيف بواسطة صفة يعني هناك مبدأ لهذه التعلقات تعلقات الله سبحانه وتعالى بالمقدورات بواسطة مبدأ صفة القادر كذلك ذاته تعالى يتعلق بالمعلومات كيف بواسطة مبدأ صفة العلم هكذا نعم هذا هو الفرق ثم فلا يلزم تكسر في الذات وهؤلاء يتحذرون يخافون تعدد التكسر في الذات والتكسر في القدماء والواجبات هذا مسألة بيناها سابقا وحققناها نعم وهؤلاء لماذا نفوا يعني ماذا صفاهتهم انظروا هذا الله سبحانه وتعالى أطلق هذه الأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الأسماء على ذات الله تعالى ثم هم يعني يخافون يتحذرون مما من ذكر معنى هذه الإطلاقات من ذكر هذه الأسماء إذن أليس الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو مفهوم هذا الإطلاق وما هو معنى هذا الاسم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا حاله لو أطلق هذا الاسم ماذا يكون مفهومه وماذا يكون معناه مصيره الله يعلم ورسوله أيضا يعلم ثم هم أطلقوا نعم وهؤلاء يخافون يعني تأثروا بآراء الفلاسفة ماذا حاله ثم فلا يلزم تكسر في الذات يعني هم يخافون هذا التكسر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبات والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة هذا هو فقط المستحيل وهو غير لازم هذا لا يلزم يعني من مذهبنا لا يلزم هذا تعدد الذوات القديمة لذلك فليس شيء من المحذورات من إثبات الصفات الأزلية القائمة بذاته تعالى لله تعالى ثم ويلزمكم يعني هم يلزمون علينا بتكسر في الذات وتعدد في القدماء والواجبات فإذا نلزمهم أيضا كون العلم مثلا قدرة يعني ذات واحدة فقط فإذا العلم ما هو يعني ذاته القدرة ما هو ذاته فإذا صار العلم القدرة واحدة كذلك الحياة ما هو ذاته فإذا يتحد العلم والقدرة والحياة هل يقول إلا سفيه نعم كذلك يكون العلم عالما عالم ماذا فهذا تسميته لذاته
كذلك علم ذاته، فإذا يكون العلم عالما، يكون العلم حيا، يكون العلم قادرا، يكون العلم صانعا للعالمين، يكون العلم معبودا للخلق. كذلك كون الواجب غير قائم بذاته، يعني ذاته تعالى هذا هو الواجب، يكون غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات. هذه محالات، نعم، ليس محال واحد فقط، محالات يلزمهم. ثم هذا بينه يعني حسام الدين، يعني قوله وكون الواجب غير قائم بذاته. فإن قلت كون العلم عين الذات، إن كان بصيرورة العلم ذاتا كان اللازم كونه حيا قادرا عالما صانعا معبودا للخلق، هكذا يأتي. لو كان العلم عين الذات هكذا قالوا. فإذا إن كان بصيرورة العلم ذاتا كان اللازم كونه حيا، يعني صيرورة العلم ذاتا عندهم ماذا؟ العلم ذاته تعالى. فإذا العلم ماذا يكون؟ حيا، ذاته حي، ذاته قادر. العلم أيضا ذاته، فإذا يكون العلم حيا قادرا عالما صانيا معبودا. ثم وإن كان بصيرورة الذات علما، على العكس ذات صارت علما، هكذا كان العلم ذاتا كان اللازم كون الواجب غير قائم بذاته. العلم لا يقوم بذاته، لو صارت الذات علما فيكون الذات غير قائم بذاته. فإذا أدخل هذا كله. قلت هكذا سؤال، قلت كون الشيء عين شيء قد يكون بصيرورة أحدهما الآخر، وعليه عينية الاثنين بهذا المعنى، كلاهما هذا عين ذاك، ذاك عين هذا، بهذا المعنى غير مستحيلة. وقد يكون الاثنان متحدا من غير صيرورة وانقلاب، وهذا هو العينية المستحيلة وكلامنا فيها. واللازم لها أن يكون لازم كل منهما لازما للآخر، فيلزم كون العلم حيا، لأن الحياة لازمة للذات، وكون الذات غير قائم بذاته. لماذا؟ لأن عدم القيام بالذات لازم للعلم. نعم، إذن لازم أحدهما يكون لازم الآخر، هكذا. نعم. ثم بعده أزلية. فإذا هؤلاء الفلاسفة والمعتزلة نفوا الصفات. ثم الكرامية لا ينفون الصفات، بل هم يثبتون صفات لله تعالى، مع أنهم يدعون أن صفاته تعالى حادثة ليست أزلية. لذلك قال المصنف أزلية، لا كما تزعم الكرامية من أن له صفات، لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته. هذا دليلنا، صفاته تعالى حادثة. لماذا؟ الحوادث لا تقوم بذاته تعالى، يعني ذاته تعالى لا يكون محلا للحوادث كما سبق بينا. لذلك لو ثبتت له صفات ينبغي أن تكون، لابد أن تكون أزلية. نعم. من هم الكرامية؟ هم المشبهة المنسوبون إلى محمد بن كرام، في عصام الدين بكسر الكافي أبينه، وهو الذي قيل فيه الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد بن كرامي، في البيت هكذا بكسر الكافي، كذا في شرح المواقف. وأرجو أن يكون قصد الشاعر أن الدين دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو ابن الكرام إلى آدم عليهما السلام. نعم، هكذا. وهنا ذكر بكسر الكافي، لكن أحمد جند ذكر في حاشيته قال الكرماني في شرح المواقف هو بتشديد الراء وفتح الكافي، هكذا كرام، وقد وقيل بكسر الكافي وتخفيف الراء. نعم، المشهور على ألسنة مشايخنا أنهم كرامية. نعم. ثم فإذا هؤلاء قالوا هذه صفات حادثة،
ثم بعده قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به صفة الشيء معناه هذا معنى قائم بهذا الذات هذا هو صفة الشيء فإذا لو كانت صفات لله تعالى فهي قائمة بذاته تعالى لا كما تزعم المعتزلة هنا أيضا لهم من أنه متكلم بكلام وهو قائم بغيره لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته نعم هؤلاء نفوا الصفات أولا لذلك لم يثبتوا صفة الكلام لله تعالى قائما بغير ذاته لأنهم ينفون الصفات فإذا ما معنى هم قالوا يعني يقال على الله تعالى أو يطلق على الله تعالى إنه متكلم ما معنى متكلم يعني خالق الكلام فإذا كلام أين يكون لا يكون بذاته تعالى بل الكلام يكون بغيره هكذا قالوا نعم ثم بعده يعني توطية للدخول إلى قوله وهي لا هو ولا غيره وسنقرأ إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.